إيمانا بسياسات مصر وصواب توجهاتها إزاء العديد من القضايا والملفات الاقليميه والدوليه تاتي مشاركه مصر في الفعاليات والقمم الدوليه وتمثل مشاركه مصر في قمه العشرين فرصه جيده لعرض وجهه نظر القاهره سياسيا واقتصاديا امام صانع القرار على مستوى العالم لا سيما في المرحله الراهنه كثيره هي الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا ما استدعى العالم الى خطب ود مصر ودعوتها ممثله في الرئيس السيسي وذلك لحضور كبر الفعاليات والقمم الدوليه وابرزها قمه مجموعه العشرين مع قاده الدول التي تمثل اضخم اقتصادات في العالم دلالات كبيرة تحملها مشاركة مصر الثالثة في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الهند فبعد مشاركتها بنجاح وفاعلية في القمة عامي 2016 و2019 بالصين واليابان على الترتيب وما تضمنته مشاركتها من جلسات هامة ولقاءات رفيعة المستوى تمثل مشاركة مصر في القمة هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة نظر القاهرة سياسيا واقتصاديا وذلك أمام صانع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم لا سيما في المرحلة الراهنة. وفي ظل تواجد كبار القادة على مستوى العالم تمثل القمة محفلا هاما لبحث الأزمات المتشابكة بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية. وازمه الديون والتركيز على مرونه النظام الدولي متعدد الاطراف خلال الازمات الجيوسياسيه المستقبليه وهنا يظهر دور مصر كلاعب قوي من خلال تاكيدها المتواصل على اهميه توسيع نطاق التمثيل للدول الناميه في هيئات صنع القرار بما في ذلك مجلس الامن التابع للامم المتحده كذلك تعمل مصر التي تحمل على عاتقها تمثيل القاره الافريقيه خلال تلك المحافل الدوليه على ضروره تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي لمساعده الدول الناميه على تجاوز التقلبات الاقتصاديه وتحقيق اهداف التنميه المستدامه من خلال نهج متنوع يشمل سياسه الانفتاح على كافه القوى الدوليه والبحث عن فرص بديله مع الدول التي تمتلك تجارب تنموية ناجحة مصر كقوة إقليمية محورية مهمة يمثل حضورها قمة العشرين فرصة كذلك لبحث ملفات ملحة كالأمن الغذائي والطاقة فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث خبرات مصر وثقلها السياسي ميزة نوعية تسعى دول العالم وتكتلاتها السياسيه والاقتصاديه للاستفاده منها وتقديم تجارب ناجحه للقدره على تخطي عقبات صعبه كالارهاب ومواجهه التوترات الاقليميه وكذلك استعاده القدره على دفع عجله التنميه